بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم الدكتور إبراهيم زامل عبد الله الزامل، أستاذ الكيمياء التحليلية قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة الملك سعود. في الجلسات الماضية كنا نتحدث عن تحضير المحاليل، وتحدثنا أيضا عن العلاقات الكيمياء في التفاعل الكيمياء الاستوكيومتري والاتزان الكيميائي، وتحدثنا عن الاسيد بيز اكوليبريم وعن البفر سوليوشن ومدخل وحسابات التحليل الحجمي، وايضا اخذنا معايرات الحموض والقواعد والتكوين مركب معقد اللي هو معايره الدي تي ومعايره الاكسده والاختزال ومعايره الترسيب، واخذنا على هذه المواضيع كويزات واكسرسايز التمارين وحليناها مع بعض. والان طبعا في هذه الجلسه سنتطرق إلى موضوع التحليل الوزني اللي هو الجرافيمتريك أناليسيس. التحليل الوزني أصبح الآن من التاريخ، بالرغم من أنه هو من أوائل الطرق التحليل اللي استخدمت، لأن حاليا طبعا حنعرف السبب فيما بعد. التحليل الوزني طبعا هو من الاسم يعتمد على الوزن، وهناك عدة أنواع، من مثلا البريسيبتيشن جرافيمتري اللي يعتمد على الترسيب المادة المراد تقديرها، مثلا عندي في عينة عندي أذوب العينة أرسب المادة اللي بقدرها في العينة، ثم أفصل الراسب وأجففه ونازل وربما نحرقه إلى بحيث يصير عنده له صيغة كيميائية معروفة، بعدين نزن وبعدين كرر الوزن، يعني عملية طويلة، ثم في الأخير نعمل حسابات عن طريق حسابات معينة سهلة جدا نقدر نقدر العنصر المراد تقديره. في عندنا الفولكلايزيشن جراديمتري اللي هو اذا كانت العينه اللي عندي وبقدر فيها ماده مطايره، مجرد انا ازن العينه قبل التسخين ثم اسخن تطاير الماده المراد تقديرها، وثم ابرد وازن، والفرق بين الوزنين هو وزن الماده المطايره، مثلا الماء في عينه الماء نقدر نقدر الماء في عينه الماء بهذه الطريقه. في عندنا برضو نوع ثاني اللي هو الالكتروجراديمتري اللي هو التحليل الوزني الكهربائي، وهذا طبعا عن طريق ترسيب المادة المراد تقديرها على أحد الأقطاب، غالبا ما يكون الكاثود أو المهبط، يكون المهبط موزون قبل العملية ثم بعد العملية نازل المهبط، والفرق ما بين الوزنين هو وزن إيش المادة المراد تقديرها اللي ترسبت نتيجة لمرور التيار الكهربائي. لناخذ مثال مثلا، طبعا موضوعنا حيكون البريسيبتيشن جرافيمتري اللي هو التحليل الوزني بطريقة الترسيب، هذا هو موضوعنا. طبعا الالكتروجرافيمتري والفلترايزيشن جرافيمتري هذا ما راح تكون موضوعنا، الموضوع راح نركز على البريسيبتيشن جرافيمتري في هذا الجلسة. نفرض عندك عينة فيها طبعا كالسيوم، تبي تقدر الكالسيوم في هذه العينة، تاخذ العينه وتذوبها ثم ترسب الكالسيوم بمرسب مناسب وليكن لوكزالات، فترسب الكالسيوم بلوكزالات، عندك لوكزالات الكالسيوم راسب، تاخذ لوكزالات الكالسيوم، مشكله لوكزالات الكالسيوم طبعا انها تمتص الماء، ولذلك من الافضل ان احنا ايش نحرقها ونحولها الى كربونات كالسيوم او الى اكسيد كالسيوم. طبعا ثم حيكون معروف التركيب معروف، هنا التركيب مو معروف لانه جزيئات الماء اللي تمتصها هي معروفه، بس هنا طبعا اكسيد الكالسيوم معروف، فنسخن لدرجه حراره راح تتحول الاكسيدات لاكسيد الكالسيوم او كربونات الكالسيوم، ثم نبرد ثم نازل اكسيد الكالسيوم او كربونات الكالسيوم حسب الحاله، ثم طبعا بعد الوزن نقدر نعمل عمليه حسابيه نقدر نوجد تركيز كميه الكالسيوم اللي موجوده فيه. في عندكم هنا يشرح لكم برضه فكرة التحليل الوزني بالترسيب، تروح اليوتيوب عشان تشغل الفيديو هذا، تروح اليوتيوب تكتب يونت 14 سبجكت سلايد 4 يطلع لك الفيديو. طبعا طلاب القسم عندنا ما يحتاجون، مجرد ايش يعمل كليك على الفيديو هنا او كليك على الفيديو هنا او كليك حتى هنا، كلهم يشغلون الفيديو. عندك خيارات، عدة خيارات لتشغيل الفيديو لطلاب قسم الكيمياء.
إذا احنا قلنا خطوات التحليل الوزني تتضمن أخذ العينة، المراد معرفة، المراد تقدير مادة ما فيها، ناخذها ونازنها، بعدين نذوبها في محلول، بعد الإذابة نبدأ نختار مرسب مناسب، إذا عملية الترسيب، بعدين عملية الحرق، سوري عملية الهضم، الدايجستن اللي هو الهضم، تترك المحلول، هنعرف لماذا نترك المحلول فترة قبل الترشيح، بعدين الترشيح، بعدين الغسل، بعدين التجفيف أو الحرق، تجفيف أو الحرق، بعدين الوزن، الخطوة الأخيرة، ثم نعمل الحسابات، آخر خطوة للحسابات. تحضير المحلول أول شيء. هذا طبعا ممكن يتضمن خطوة، عدة خطوات، من تثبيت البيج حتى تثبت، حتى ترسب المادة، لأنه أحيانا ما ترسب المادة عند بيج معين، وحتى تحصل على رأس ذو خواص مناسبة للتحليل الوزني، تخلص من التداخلات إلى آخره. هذه خطوة preparation of the solution. الخطوة اللي هو الترسيب precipitation، تختار المرسب المناسب. طبعا المرسب المناسب يجب أن يكون له صفات معينة. صفات المرسب المناسب أنه يكون انتقائي selective، ما يرسب الشوائب، يرسب المادة اللي بقدرها في العينة. أنا بقدر الحديد، أبغى يرسب الحديد بس ما يرسب مثل المواد الأخرى الموجودة في العينة، فيكون إيش انتقائي. أهم ثاني إنه إيش يعطي راسب مناسب للتحليل الوزني، وسنعرف طبعا ما هي خصائص الراسب المناسب للتحليل الوزني. يفضل أن يكون المرسب وزنه الجزيئي عالي. طبعا ليش الوزن الجزيئي عالي؟ احنا عرفنا السابق وشرنا لها، لما يكون الوزن الجزيئي المرسب عالي يكون خطأ الميزان أقل على المادة المراد تقديرها، فنقلل من أخطاء الميزان. لما يكون الوزن الجزيئي للمرسب هو اللي يشكل الجزء الأكبر من الراسب، معناته لما يصير عندك خطأ الميزان بلس ماينس بوينت أو ون جرام مثلا، فيكون تأثيره على المادة المراد تقديرها يكون أقل. فيما هذا طبعا أشرنا له في السابق. من أهم مواصفات الراسب المفضل في التحليل الوزني أن يكون حبيبات كبيرة، يكون البارتكل سايز، حجم الحبيبة يكون كبير. لاحظ حجم الحبيبة يتناسب تناسب عكسي مع ما يسمى بالريلاتيف سوبر ساتوريشن. الريلاتيف سوبر ساتوريشن تساوي كيو ماينس اس على اس. كيو اللي هو التركيز المواد المتفاعلة قبل الترسيب، والاس اللي هو السوليوبيليتي، ذوبانية الراسب. فاذا اذا خليت طبعا حتى اخلي هذه صغيرة، ابغى الريتف سوبر تكون صغيرة حتى يكون حجم الحبيبة كبير، فحتى يكون دي صغير طبعا لازم تقلل الكيو ونزود اس اللي هو الذوبانية. إذا تزود الذوبانية وتقلل الكيو معناته القيمة هاي تكون صغيرة، وبالتالي يكون حجم الحبيبة كبير، يكون تناسب عكسي. كيف نحاول نصغر الريلاتيف سوبر ساتوريشن؟ أول شيء نخلي كيو صغيرة. كيف؟ نستخدم محاليل مخففة، لأن هذه تراكيز المواد المتفاعلة قبل الترسيب، فنستخدم تراكيز مخففة للمواد المتفاعلة قبل حتى نجعل الكيو صغيرة. ثاني شيء نضيف المرسب شوية شوية، ما نضيف المرسب بشكل كمية كبيرة وإنما نضيفه شوية شوية حتى برضو نحاول تخلي كيو صغيرة. بعدين نحرك، التحريك برضو تتلافى أن يكون التركيز في منطقة ما عالي، فبالتالي حتكون الريلاتيف سوبر ساتوريشن في المنطقة هذه، منطقة التقاء المحلولين يكون عالي، فيتكون هذه ينتج عنها تكون ايش حبيبات راس بدو حبيبات صغيرة. اللي بعده هو زيادة الذوبانية عن طريق ايش التسخين. فلما تسخن انت اثناء الترسيب
زودت الدواء بعدين السوليوبيليتي، وبالتالي طبعا صغرت الريلاتيف سيفير ترانسليشن عن طريق التحكم برضه في البيتش، بحيث انك تختار البيتش اللي تكون فيها الذوبانية اعلى، وهذا برضه ايش يساعد على تقليل قيمة ايش كيو اس، تصغر طبعا تكبر اس، سوري تكبر اس، يعني احنا نصغر كيو ونكبر اس، الهدف هو تصغير كيو تكبير اس حتى نجعل القيمة هذه صغيرة، حتى نجعل لأن تراسي بالعكس يقولنا حتى نجعل حجم الحبوبات تكون كبير. وبعدين احنا نرسب من المحاليل المتجانسة، يعني بدل ما أضيف المرسب إضافة أقدر أولد المرسب في المحلول نفسه، وهي طبعا ما ندخل في تفاصيلها. عموما اللي يبغى تفاصيل أكثر عن المواضيع هذه، في عندنا مرجع عالم، المرجع هذا يعطيك تفصيل كبير كثير يعني واسع جدا عن التحليل الوزني وعن الترسيب من المحاليل المتجانسة. فطبعا اللي يرى رغبة في الاستزادة عن التحليل الوزني يرجع للمرجع هذا، طبعا مرجع عربي، ويحصل ايش معلومات وافية. ولذلك ما راح احنا نفصل تفصيل حتى الهوموجينوس بريسيبتيشن هوموجينوس سوليوشن، هو توليد المرسب، بدل ما اضيف المرسب انا اولده بالتفاعل الكيميائي داخل المحلول، بالتالي هذا يضمن لي انه ايش يكون طبعا اقدر اتحكم في اس واتحكم في الكيو تكون صغيرة عن طريق التحكم في تفاعل التوليد هذا. طبعا عملية الهضم، هضم الراسب اللي هو ترك بعد الترسيب تترك المحلول لمدة نص ساعة إلى ساعة، خلال هذه المدة وش اللي يصير؟ الحبيبات الصغيرة تذوب وترجع تترسب مرة ثانية على الحبيبات الكبيرة، وبالتالي تزداد حجم الحبيبات الكبيرة ويتخلص من حجم، لأنه طبعا حنعرف إيش مزية المزايا للحبيبات الكبيرة فيما بعد. طبعا عندك هنا الفيديو برضه يشرح لك، تقدر تروح لليونت 4، تروح اليوتيوب تكتب يونت 4 سبجكت سلايد 8، هذا بالنسبة للطلاب خارج الجامعة. بالنسبة للطلاب الجامعة مجرد يسوي كليك هنا على الفيديو يوتيوب، او كليك على الفيديو ماي شانل، او كليك برضو على نفس الفيديو هذا، كلهم يشغلون الفيديو. بس هنا طبعا حيكون عندك ايش الشاشة الصغيرة، هنا حيكون فول سكرين، تقدر تشغل على الفول سكرين. برضو ما راح ندخل التفاصيل، ووشنج اند فلترينج يعني الغسل والترشيح، طبعا تغسل بسائل غسيل مناسب حيث تتخلص من بقايا المرسب والشوائب الموجودة. يفضل يكون سائل الغسيل متطاير بحيث لما أثناء التجفيف يتطاير حتى تتخلص منه، هذا وظيفة الغسل، يكفينا هذا بس. طبعا تقرأ التفاصيل إذا حبيت التفاصيل، أنا ما راح أروح أغوص في التفاصيل الكثيرة، لأنه زي ما قلنا التحليل الوزني ما استخداماته نادرا ما يستخدم في الوقت الحاضر. برضو ممكن احنا نستخدم الكومون ايون افكت حتى نقلل ايش السوليوبيليتي، احنا قلنا ايش طبعا سوري لا يعني بعد عملية الترسيب تقدر تستخدم، طبعا بعد ما يترسب تكون عندك حبوبات كبيرة تقدر تستخدم الكومون ايون افكت لتقليل الذوبان. لاحظ طبعا انه المرسب انت تضيف كمية زايدة من المرسب 50% حتى يكون الترسيب تام، 50% من الكمية كاملة، لو كان عندك مثلا 5 مول، وش الكمية الكافية من الكلورايد؟ 5 مول، تبع الواحد لواحد. لا احنا اذا كان عندي 5 مول اضيف 5 مول زايد النص، نص الخمسة كان 2.5، اضيف 7.5 مول من الكلورايد حتى اضمن ان الفضة ترسب، بس يجب لا تزيد عن 50% من الكمية الكافية، لان اذا زادت زي ما قلنا سابقا ان ربما يتكون عندك ايش مركب معقد، يكون عندك مركب معقد، ولذلك يجب لا تزيد عن 50% كمية المرسب حتى لا يصبح عندي ايش يذوب. شوف عندك مثلا كمية الزيادة من المرسب، بعض الرواسب
عندما تضيف الكمية المكافية أقل زيادة من الكمية المكافية بعد الكمية المكافية تسبب زيادة الذوبان زي يوليد الزئبق. هذه حالة نادرة. بس طبعا بعض الرواسب تقل بإضافة تقل الذوبان يقل بإضافة زيادة من المرسب لين تصل لقيمة معينة ثم يثبت. برضو هذه حالة نادرة. أغلب الرواسب إيش يصير لها لما تزود المرسب عن الكمية المكافية؟ ها زي ما قلنا مثلا عندك 5 مول فضة، لما تضيف لها 5 مول وإحنا هنا لما تزود نص واحد إلى واحد إلى 2.5 هنا 2.5 زيادة يعني 50% بالنسبة للمثال السابق اللي قلنا عليه الفضة والكورايت. لما تضيف 2.5 على 5 المول معناته أنت هنا زود 50% من الكمية المكافية. بعد 50% يبدأ أي زيادة من إضافة من المرسب يبدأ يتفاعل مع الراسب، المرسب يتفاعل مع الراسب يكون لك معقد دايب فتزداد الذوبان. يعني شوف سوليبيليتي تزداد. هذا أغلب الرواسب، ولذلك نحرص أن احنا دائما إذا زودنا كمية المرسب ألا تزيد عن 50% زيادة من المرسب، ألا تزيد عن 50% من الكمية المكافية للمرسب. عندك مثلا عندنا لو بغينا نرسب مثلا فضة باستخدام المرسب ايش الكبريتيت، فطبعا عندك مثلا لو كان عندك مثلا كم هنا عندك ما قال لنا اوكي خلينا نشوف المثال ما قرينا المثال. حتى ترسب 10 مول من الفضة على هيئة AG2S كبريتيت فضة، كم عدد من الملمولات المرسب اللازم إضافتها للحصول على ترسيب تام؟ طبعا إذا كان عندك 10 نحتاج 5 الكمية المكافية 5 بالإضافة تحتاج 2.5 الكمية 50% منها مش هنضيف 5 زائد 2.5 نضيف طبعا هنضيف 7.5 مول من المرسب الكبريتيت. بس يجب أن لا نزيد عن 7.5 لأن إذا زدنا عن 7.5 في احتمال أن خذ في بالك أنه احتمال أن المرسب يتفاعل مع الراس ويكون عندنا مركب معقد. طبعا التجفيف والحرق، طبعا احنا نجفف في الديسيكوتر. الديسيكوتر انت عارفين في مادة تمتص الرطوبة ولذلك نستخدمه لتجفيف بعض المواد اللي غير ثابتة حراريا ما نقدر نجففها في الفرن. طبعا الفرن ممكن نجفف في الفرن المواد اللي يكون ثابتة حراريا ما تتفكك ما يحصل لها مشاكل أثناء التسخين، هذا ممكن نجففها في الفرن. لكن هناك مواد لا تتفكك إذا سخنتها، ولذلك نضطر احنا نجففها في الديسيكيتور في وجود ماسة ما مادة تمتص الرطوبة. إذا كان المادة الراسب ذو صيغة كيمياء معروفة خلاص ما في مشكلة نجففه وبعدين برد ونازل إذا كانت صيغة معروفة عندنا 100%. بس أحيانا تكون الصيغة غير معروفة زي ما قلنا مثلا بالنسبة لغزلات الكالسيوم، إذا رسبت الكالسيوم على هيئة غزلات حيطلع عندك غزلات كالسيوم، هذه طبعا تمتص الماء مشكلتها وفيها وصعب تقدر الماء، الماء يتغير من وقت لآخر حتى في نفس اليوم الرطوبة تتغير فحتسبب لك مشاكل هذه. ولذلك إيش يعني يستحسن إحنا نحوله بالتسخين تحول الغزلات إلى كربونات كالسيوم أو إلى أكسيد كالسيوم، هاي ثابتة وبالتالي نازل على أساس أكسيد كالسيوم وكربونات كالسيوم. طبعا كربونات كالسيوم أفضل. ليش أفضل؟ لأنه نسبة الكالسيوم فيها أقل، فذلك خطأ الميزان خطأ الوزن حيكون أقل تأثير على الكالسيوم هنا مقارنة هنا. هنا طبعا حيكون نسبة الكالسيوم في الراسب عالية جدا ولذلك خطأ الميزان حيأثر على الكالسيوم، هنا تأثيره يكون أقل لأن نسبة الكالسيوم أقل في المركب هذا. طبعا عندنا هنا الفيديو، طبعا الفيديو على فكرة هذا باللغة العربية، هذا طبعا دكتور أستاذ دكتور أردني يشرح عن التحليل الوزني. طبعا ما تقدر تشغله بالنسبة لأغلب الطلاب، لذلك لازم تأخذ إيش هذا الرابط، تكتب الرابط هذا وتنتقل اليوتيوب وتحصل على الفيديو هذا. بالنسبة للطلاب قسم الكيمياء عندنا ممكن يسوي كليك هنا أو كليك هنا ويطلع يشغل الفيديو ما في مشكلة.
بس الطلاب خارج الجامعة يحتاجون انهم ياخذون الرابط هذا و يكتبوه في اليوتيوب ويطلع لهم الفيديو. اذا هذا بالنسبة طبعا للتجفيف والحرق. الحرق غرض الحرق هو الحصول على صيغة كيميائية معروفة. اذا كان الصيغة الكيميائية معروفة ما نحتاج نحرق، احنا فقط الحرق للحصول على صيغة كيميائية معروفة، لان حساباتنا كلها زي ما حنشوف بعد شوية تعتمد على الصيغة الكيميائية للرسم. فإذا أي خطأ في تحديد الصيغة الكيميائية للرسم حينتج عنده خطأ في الحسابات. بعدين احنا نبرد ثم نازن عدة مرات، نكرر عملية الحرق والوزن والتبريد والوزن عدة مرات لين يثبت عندنا الوزن. طبعا اللي بغى يتزود ايش يحاول يوقف الفيديو ويقرأ يقرأ. طبعا انا ما راح ادخل التفاصيل هذه بشكل مفصل، بس النقاط اللي ارى انه يحتاج انه توضيح طبعا حاجه فنده فقط. برضو الفيديو هذا برضو عربي، هذا الاستاذ الدكتور اللي قلت لكم عليه اردني يشرح عن التحليل الوزني باللغه العربيه غالبا. فبالنسبه لطلابنا مجرد يعمل كليك هنا ولا هنا ويشغله. بالنسبه للطلاب خارج الجامعه ممكن ايش ياخذوا العنوان هذا ويكتبوه في اليوتيوب ويطلع لهم الفيديو هذا. بالنسبة للشوائب طبعا في شوائب الراسب ما راح ادخل فيها التفاصيل برضو. كوبريسبتيشن سيرف بريسبتيشن ادسوربشن هذه ممكن طبعا انت تقراها، واذا حبيت ترجع المرجع اللي قلت لك عليه اللي هو كلمة تحليل الحجم الوزني يعطيك تفاصيل فيها. انا ما راح ادخل في تفاصيل الكلوجن والبس، انت تقراها تحاول تقراها، شوف ثبت الفيديو وحاول تقرا اذا حبيت. هنا ثبت الفيديو وحاول تقرا. عوامل طبعا المرسبات، طبعا المرسبات خلينا نقول مثلا نسأل انفسنا. طبعا اول شيء المرسب قلنا طبعا يجب ان تكون انتقائي، هذا اساس، يكون انتقائي ومتوفر ورخيص، ويجب ان يعطي راسب مفضل في التحليل الوزني. ما هو الراسب؟ ما هي مواصفات الراسب المفضل في التحليل الوزني؟ هو ان يكون ذو حبيبات كبيره. لاحظ حبيبات كبيره تسهل علينا عمليه الترشيح، لان اذا كانت حبيبات صغيره حتكون عمليه الترشيح طويله وتاخذ وقت. ثاني شيء اذا كانت الحبيبات الكبيره حيكون مساحه السطح الخارجي المعرض اقل، وبالتالي حيكون انقى، لانه اغلب الشوائب تمتز على السطح الخارجي للحبيبات الراسب. فاذا كان حبيبات تكون الراسب من حبيبات كبيره حتكون مساحه السطح الخارجي المعرض للراسب قليله، وبالتالي يكون نسبه الشوائب الممتزه على السطح الخارجي تكون قليله، وبالتالي يكون انقى. فاذا الراسب الحبيبي يكون انقى ويكون سهل الترشيح. هذه طبعا الميزه، الميزتين مهمتين بالنسبه للراسب. طبعا احنا حتى نحصل على راسب قلوري او حبيبي حبيبات كبيره قلنا طبعا هو اضافه، نضيف المرسب شويه شويه ويكون تراكيز مخففه، ونضيف شويه شويه مع التحريك والتسخين، كل هذه العوامل تؤدي الى الحصول على راسب ايش بلوري. زي ما قلنا طبعا الريليتيف ساتوريشن اللي هو درجه فوق التشبع النسبيه تتناسب تناسب عكسي مع حجم الحبيبات، فنخلي درجة التشبع النسبية صغيرة حتى نخلي حجم ايش الحبيبات الراس تكون كبيرة. في طبعا ممكن نقسم المرسبات الى مرسبات عضوية ومرسبات غير عضوية. المرسبات العضوية مثلا الكبريتيد، الكربونات، الفوسفات الى اخره، غير انتقائية، بمعنى ان المرسب الواحد يرسب حاجات كثيره وحيكون نسبه التداخلات كثيره جدا. اذا قارناها بالمرسبات العضويه، المرسبات العضويه اكثر انتقائيه، يعني التداخلات تكون ايش اقل مقارنه بالمرسبات العضويه غير العضويه سوري. طبعا المرسبات العضويه تمتاز قلنا زي مثلا دايميثايل جلايسين، النيكل، ليت هيدروكسوكوينولين. بالنسبة هذا برضو انتقائي، أكثر انتقائية، طبعا المرسبات العضوية أكثر انتقائية من المرسبات غير العضوية قلنا. و
وطبعا يكون حاصل إذابة أقل، حاصل إذابة الرأس اللي تكونها اللي تكون المرسبات العضوية مع العناصر تكون حاصل إذابة أقل. بعدين عندهم يمتازوا بأنه الوزن الجزيئي عالي جدا، الوزن الجزيئي طبعا حيكون عالي جدا، لكن احنا في الغالب ما نازل جسمه، لأنه الصيغة المشكلة مشكلة المرسبات العضوية تنتج راسب ذو صيغة كيميائية غير معروفة ومشكوك فيها، ولذلك في الغالب احنا ايش بعد ما نرسب نحرق الراسب إلى الأكسيد الفلز، ولذلك طبعا الوزن الجزيئي ما حيفيدنا كثير طالما ان احنا نازل الراسب على هيئة أكسيد. لأنه أغلب الرواسب اللي ناتجة عن استخدام المرسبات العضوية تكون صيغتها غير معروفة. الحسابات طبعا الحسابات ممكن نسهلها بطريقة سهلة جدا جدا. أنت مثلا هنا الجرافيمتريك فاكتور، عامل التحليل الوزني، معامل التحليل الوزني يساوي مولكيولار ويت بالنسبة للانالاين المادة المراد تقديرها على الوزن الجزيئي للراسب مضروبة في ار، ار اللي هو اتحادية التفاعل. ار اللي هي the number of moles of analyte in one mole of precipitate في واحد جزيء من. انا ما افضل، انا افضل الطريقة الاسهل اللي هي مثلا لاحظ هنا اعطيك مثال، مثلا كالكوليت معامل التحليل الوزني الموجودة في الجدول هذا، طبعا هنا عندك ايش الانالايت فوسفور مولكيولار ويت 31، الراسب مثلا ايش هذا فوسفات الفضة والوزن الجزيئي لها 419، هذا رقم واحد. شوف عندك كيف نحسب معامل التحليل الوزني له، الوزن الجزيئي للانالايت اللي هو الفسفور على الوزن الجزيئي للراسب، هذا الراسب الوزن الجزيئي 419 ضربا في واحد، لأنه كم يوجد عندك المادة المراد تقديرها فسفور، يوجد كم واحد مول من الراسب كم فيه من الفسفور؟ واحد، إذا واحد. هنا في الرقم اثنين مثلا اللي بقدر هذه المادة اللي بقدرها وزن هذا الوزن الجزيئي لها برسبها على ايش؟ فوسفات فضة والوزن الجزيئي لفوسفات فضة 419، فشوف معامل التحليل الوزني يساوي الوزن الجزيئي للمادة المراد تقديرها على الوزن الجزيئي للراسب مضروبة في، هنا مضروبة في كم؟ برضه مضروبة في واحد، هنا مضروبة في واحد. هنا مضروبة في واحد، ضربنا في واحد، لأنه يعني طبعا الراسب واحد مول من الراسب يحتوي على واحد مول من المادة المراد تقديرها. رقم ثلاثة قدر كبريتيد البيزمث، الوزن الجزيئي لها 514 عن طريق ترسيبها على هيئة ايش؟ كبريتات باريوم، الوزن الجزيئي لكبريتات باريوم يساوي كذا. فعندك هنا الوزن الجزيئي للمادة المراد تقدير هذا هو على الوزن الجزيئي للراسب على واحد على ثلاثة. لاحظ هنا الكبريت واحد مول من الكبريتات الباريوم يحتوي على طبعا هنا طبعا واحد إلى ثلاثة، شوف هنا ثلاثة كبريتيد، هنا كثلاثة كثير ثلاثة كبريتيد، هنا في واحد مول، فواحد إلى ثلاثة فعندك واحد على ثلاثة، عشان كذا ضربنا واحد على ثلاثة. رقم ثلاثة ألومنيوم نفس الشيء 27 على 150، لاحظ هنا الألومنيوم اثنين، الألومنيوم اثنين وهنا واحد، فطبعا ليش ضربنا في ثلاثة؟
لاحظ احنا غيرناها طبعا ضرب اثنين، لانه شوف واحد الى اثنين، شوف الومنيوم هنا الراس فيه اثنين الومنيوم، المطلوب تقدير الالومنيوم واحد الى اثنين وليس الى ثلاثة، فممكن احنا عدلناها طبعا. هنا طبعا الفيديو بالنسبة لطلاب الجامعة عندنا ممكن يسوون كليك هنا وهنا ويترشحوا هنا، بالنسبة للطلاب خارج الجامعة ممكن يكتبوا اليو ار ال ادريس هنا ويروحون لليوتيوب ويشغلونه. طبعا النسبه المئويه للانالايز زي ما قلنا، ويت اوف انالايز وزن الانالايز بالجرام على وزن العينه بالجرام ضربه في 100 او بالجرام بالجرام، يكون وحده واحده هنا. خلينا نشوف مثلا، نعطي بعض الامثله التوضيحيه. خلينا نطلع وزن الانالايز يساوي وزن الراسب مضروبة في معامل التحليل الوزني، وتنطلع النسبة المئوية زي ما قلنا عليها. ناخذ مثال مثلا، خلينا ناخذ مثال يقول لك 0.5962 جرام من عينة تحتوي على الحديد، ذوبنا الحديد في حمض البركلوريك، كل الحديد حولناه إلى حديد ايش؟ ثلاثي، وبعدين ايش؟ رشحنا حتى نتخلص من الزيادة من المادة الصلبة، بعدين خلي المحلول قاعدي بإضافة ايش؟ هيدروكسيد الألمنيوم، الحديد حيترسب على هيئة هيدروكسيد حديد، وفي عندك هنا جزيئات ماء، الراسب يجمع في كروسيبل ويحرق للتخلص من ايش؟ من الماء، وتحول والهيدروكسيد يتحول الى تحول هذا الصيغه، لان الصيغه هذه مشكوك فيها، ما نعرف كم جزيئات الماء صعب، بس هنا لما تحرقها تحول الهيدروكسيد الى اكسيد حديد، هنا الصيغه واضحه ومعروفه. احسب النسبه المئويه للحديد في العينه. إذا كان هذا التحليل أنتج لنا 0.3210 جرام من أكسيد الحديد، هذه الصيغة الموزونة، هذه الصيغة المرسبة وهذه الصيغة الموزونة، نسميها دي الصيغة المرسبة اللي رسبناها، وهذه الصيغة الموزونة اللي وزناها، لأن إحنا قلنا إذا كانت الصيغة المرسبة غير مشكوك فيها فلازم نحولها بالحرق إلى صيغة معروفة. طبعا التفاعل هذا هو التفاعل، اثنين تضيف المرسب الهيدروكسيد، ترسب طبعا هيدروكسيد الحديد اللي حرقناه حولناه الى اكسيد الحديد في نهاية الامر. طبعا احنا هنا ممكن انت تحسب المعامل التحليل الوزني اللي هو الوزن الجزيئي للانالايت اللي هو الحديد، هذا الوزن الذري للحديد إذا كان عنصر طبعا وزن ذري، على الوزن الجزيئي للراسب اللي هو الراسب اللي هو ايش؟ أكسيد الحديد اللي هو 59 ضربة في، كلاحظ يعني الحديد الراسب يحتوي على 2 مول من الحديد، عندك 1 إلى 2، فعندك ايش؟ 1 إلى 2، ولذلك احنا ضربنا في 2 عشان نطلع ايش هذا الفاكتور جرافيمتريك فاكتور. وزن الحديد طبعا هيساوي وزن الراسب اللي هو الأكسيد الحديد مضروبة في معامل التحليل الوزني، فعندك هذا الوزن مضروبة في معامل التحليل الوزني اللي حسبناه، يطلع عندك ايش؟ وزن الحديد، وزن الحديد على وزن العين ضربة في 100 يطلع عندك النسبة المئوية. لاحظ برضو الفيديو هذا ممكن تشغله، تروح طبعا اليوتيوب، هذا بالنسبة للطلاب خارج الجامعة يروحوا اليوتيوب ويكتبوا يونت 4 14، يونت 14 سبجكت سلايد 26، يشغلون الفيديو هذا، يونت 14 سبجكت سلايد 26. بالنسبه لطلاب الجامعه ممكن يعملون كليك هنا على طول يوديهم الفيديو على طول في اليوتيوب، او يعملون كليك هنا يروحوا الماي شانل ويشغلونه في ماي شانل، او يشغلونه في على السلايد نفسه هنا. هذا برضو ايش يعطيك مثال على تجربة في التحليل الوزني حسابات، مجرد برضو
تروح. إذا كان طلاب القسم ممكن يعمل كليك هنا أو كليك هنا أو كليك هنا ويشتغل الفيديو على طول. بالنسبة للطلاب خارج القسم خارج الجامعة سوري يروحوا اليوتيوب يكتبون يونت 14 سبجكت سلايد 27 ويشغلوا الفيديو على طول هنا. خلينا نشوف مثال. حاول تقرأ المثال هذا، مثال طويل، الوقت ما عندي وقت كافي، ولذلك طبعا حاول تثبت الفيديو وحاول تقرأ المثال هذا وتشوفوا المحلول برضو الحل شوفوا عندكم هنا. على فكرة هنا برضو نفس هذا الأستاذ الدكتور الأردني ممتاز جدا ويشرح باللغة العربية. وبالنسبة طبعا للطلاب الجامعة عملوا كليك هنا وهنا زي ما قلنا. بالنسبة للطلاب خارج الجامعة عندهم إيش؟ طبعا ما يقدرون ايش ليس موجود، لازم ايش يعملون يكتبوا العنوان هذا في اليوتيوب يطلع لهم، لازم تكتب العنوان هذا في اليوتيوب حتى يطلع لك ايش الفيديو هذا اللي يشرح لك برضو. خلينا نشوف مثلا المثال هذا. طبعا هو ما بيعتمد على هذه الطريقة اللي دائما افضلها. عندك 10.1 مولر من الكبريتيد وتبغى ترسب الكبريتيد على هيئة كبريتيد فضة. Calculate the volume of 0.2 مولر solution of فضة اللازم لترسيب الكبريتيد بشكل تام. فإذا نحسب عدد مليمات الكبريتيد كم؟ 10.1. طلع عندي واحد. الواحد كم يحتاج؟ 2. طبعا حتى يترسب بشكل تام برضه يزاد 50% من الكمية، هذه الكمية الكافية، 2 الكمية المكافية، تضيف لها برضه 1 زايد تصير الكمية اللي نصها 50% من الكمية المكافية اللي هو 1 زايد 2 يصير 3، إذا نحتاج 3 مول فضة، نحتاج 3 مول فضة هذه هي. طبعا عندي أحتاج 3 مول فضة وتركيز الفضة 0.2 مولر، عرفت عدد المليمولات اللي أحتاجها والتركيز المولي معروف، أقدر أحسب الحجم على طول. نقدر نحسب الحجم على طول. عدد المليمولات يساوي التركيز المولاري مضروبة في الحجم، ومن العلاقة يطلع الحجم يطلع عندك 15. طبعا تقييم الجراميمتريك، هو الجراميمتريك طبعا دقيق وعنده مصداق اكيوريت، يعني عنده مصداقية جيدة و دقيق ايضا، بس مشكلته طبعا الزمن لانه يعني ياخذ وقت طويل، ولذلك طبعا الحين اصبح انه ايش استخدامه قليل جدا جدا في ويكاد ما يكون معدوم في المختبرات الحاليه الان، سواء في بالذات في المملكه العربيه السعوديه وفي الدول المتقدمه نادرا ما يستخدموا جرافيمتري. ربما في بعض الدول اللي عندها امكانيات ماديه متواضعة ربما ما يقدروا يشترون أجهزة، ربما أنهم يعتمدون على طرق التحليل الوزني أكيد. إذا لو بنقارن بين التحليل الحجمي والتحليل الوزني، الآن التحليل الحجمي غطى على التحليل الوزني، الدقة تقريبا متقاربة، الدقة اللي هو البريسجن، المصداقية البريسجن او الريبروديوسابيلتي متقارب، الاكيوريسي برضو المصداقيه متقاربه في التحليل الحجمي والتحليل الوزني. التكلفه برضو التكلفه لا التكلفه التحليل الوزني مكلف اكثر، ليس بسبب المعدات، انت ما تستخدم معدات التحليل الوزني، كلها برضو معدات بسيطه زي التحليل الحجمي، بس مكلف لانه تبغى توظف الموظفين كثر، لانه مثلا اذا كان عندك في التجربة الواحدة تأخذ 6 ساعات، فإذا كان عندك مثلا 50 عينة 100 عينة تبغى لك عدة فنيين حتى يشتغلوا في هذه العينات، لأن كل عينة تحتاج إلى 5 ساعات 6 ساعات، بينما في التحليل الوزني الحجمي 5 دقائق تسوي التجربة. ولذلك طبعا هذا اللي جعل التحليل الحجمي الآن يغطي على التحليل الوزني، ويصبح من النادر جدا استخدام التحليل الوزني. هذا طبعا واللي يبغى طبعا انا اسف لاني انا ما طبعا اعطيت تحليل وزني
كفايه السبب انه عدم استخدام يعني ما يستخدم الان، لذلك ما اعطيت الوزن اللازم. اللي يبغى اضافه شيء مفصل عن التحليل الوزني يجد في الكيمياء التحليليه تحليل الحجم والوزني، تاليف الدكتور الزامل وزملائه، دار الخليجي للنشر والتوزيع، الناشر دار الخليجي للنشر والتوزيع. ايضا ما انسى ان اقول اللي يبغى المحاضرات والجلسات هذه كلها موجوده في الكتاب هذا الملخص للمبادئ الاساسيه في الكيمياء التحليليه. كل الحاجات اللي احنا شرحناها موجوده في الكتيب هذا مكتوبه باللغه العربيه. فانت لما تروح تقرا الكتيب هذا تجي مع التفصيل اللي انا مفصله هنا، الحاجات الملاحظات اللي سجلتها هنا في هذه الجلسات، فحتستفيد طبعا. وقراءتك ايضا لهذه الجلسات باللغه الانجليزيه وذهابك ومشاهدتك للفيديوهات اللي كلها باللغه الانجليزيه حيحسن لغتك ويحسن معلوماتك. يعني انت تضرب عصفورين بحجر واحد، تحسن اللغه وايضا تستفيد من معلومات. نكون بهذا طبعا في هذه الجلسه انتهينا من ايش؟ التحليل الوزني. وسنركز سنوضح او سنناقش بعض التمارين والكوزات المتعلقه بالتحليل الوزني في الجلسه القادمه. وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.